احنا نشكرها امريكا، نشكرها الدول كلها، وانت صح صارت لكن الخير والامر المختار سيدي الامر المختار خلف رجال ولدي، ما تنساش امر المختار مخلي التاريخ. نعم المختار يا ام احلام، يا ام احلام، اولا انت هل فهمتي السؤال؟ السؤال هل سيؤثر فوز اوباما في المشهد السياسي الليبي ام لا؟ يعني انت تقولي لنا هل سيؤثر ام لا؟ هذا ايضا سؤال موجه لكل المشاهدين، هل سيؤثر فوز اوباما على المشهد السياسي في ليبيا ام لا؟ نحن لا نتحدث عن الثوره وما قام بها، نحن نتحدث عن دوله كبرى في العالم، هل سيؤثر فوز اوباما الرئيس الذي دعم الثوره الليبيه في بدايتها، هل سيؤثر فوزه بشكل ايجابي ولا سلبي ولا مش حيؤثر ابدا؟ احنا ناخذ فقط في رايكم، لا نتكلم عن بدايه الثوره، لا نتكلم عن من قام بالثوره، هذا هو السؤال. ناخذ اتصال اخر اذا عندنا اتصال. صبري من العزيزيه، مرحبا يا صبري. مرحبا سيد صالح. اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا صبري. ولا بالنسبه لترشيح اوباما بالنسبه لنجاح الثوره يرضى الليبيين طبعا، ولكن بالنسبه لاوباما صراحه بسبب شخص عرفناه في ثوره 17 فبراير وقف معنا موقف 100% صراحه، وليه الشكر والشكر لله طبعا فخر كان يوقف ما طورة 17 فبراير، وصراحة مش عارفين انسان كويس، نجاح حيعطي دافع معنوي ودافع حتى مادي، وافضل ممكن المرشح اللي ممكن مش عارفين برنامجه ولا عارفين سياساته، وربما يكون حتى سلبية تكون ضد ال ما لا مش حي ممكن مش شايفها برنامجنا، لكن بالنسبة لأوباما تقريبا اعتقد انه مستحيل ان انسان يحب ما يحب الثورات. طيب يا صبري هناك بعض هناك بعض المتصلين اللي كانوا قبلك يقولون بأنه لن يكون هناك تأثير، أو يقولوا أنها لماذا نتحدث على أوباما، ويعني دخلوا في موضوع آخر اللي هو الثورة وقام بالثورة، يعني نحن نتحدث عن تأثير العلاقات نتحدث عن أحد العيوب اللي وقع فيها الثوار وثورة 17 فبراير، إذا كان إحنا نسينا جميل الناس هذه فتعتبر حتى الثوار حنسوا جميلة تقريبا اوباما لي دور ساركوزي فرنسا امريكا بريطانيا كنا نتابعوا الاحداث لحظه بلحظه، بما ان كنا نتكلم اوباما يقول يرحل القذافي، بما ان كنا نتكلم رئيس بريطانيا يقول يرحل القذافي، تو نقولوا خلاص ما عندهم قيمه. بس الشريف في حاجات يا سيد صالح يسال بالك كل شخص كل واحد يدير روح البطل والاسد وقوي ونجي لا هي لازم لكل حق تعطيه حقه، المفروض اي شخص الكريم يقول لك احسنت ولا تقول اسد، لكن علاقة الدول يا صبري تبني على المصالح، اي انسان وقف تلك الدول صبري والله اقول لك صراحه والله فرحت بفرحه بشديد فرح شديد جدا لما سمعت انه نجح، لان شخص اول شيء شبابي روحه مريحه ما عندهاش نوع من الشر مش عارف يحب الناس حتى الامريكان هي نتمنى خير. طيب يا صبري اذا سمحت علاقه الدول على المصالح فمن حقهم هم ان يعني يبحثوا عن مصالحهم في ليبيا، هم لم يتدخلوا في ليبيا الا اكيد لان عندهم مصلحه في ليبيا، ربما مصالحهم تتنافى مع القذافي في حارة الماء، لكن يعني هل ترى ان هذه يعني او هذه المصالح سيكون تاثيرها ايجابي على السياسه الليبيه ام لا؟ طيب عموما انقطع الاتصال مع صبري، ناخذ اتصال اخر من ايمن بنغازي، نوجه نفس السؤال لايمن اذا معنا، انا حاسس انه وصل. يوسف من بنغازي، اهلا يوسف. مرحبا صالح، اهلا وسهلا بك يوسف. يوسف كنت نسال في صبري قبلك، يعني الدول زي امريكا وغيرها عندها مصالح في ليبيا لا ننكر هذا، وهذا حق كل الدول، زي ما ليبيا عندها مصالح في الدول الاخرى، هذه العلاقه بين الدول علاقه مصالح، لكن يعني هل هذه المصالح ستكون يعني العلاقه بين الولايات المتحده الامريكيه برئاسه اوباما يعني مصالح ايجابيه برايك في المرحله القادمه؟ طبعا
طبعا لصالح العالم كله مصالح، حتى البشر مصالح يعني في الاخير بكره. نعم يعني بالتاكيد هذه. لكن انا بصراحه صالح مدين نقول لك نحن في بنغازي، واكيد يعني انا شخصيا يعني والله لا عندي فجر، وانا كنت الراجل في النتيجه كاني الراجل في النتيجه شهاده ثانويه لحد من ابنائي ولا حاجه. انا فرحت والله واجد بنجاح اوباما. لاول شيء انه هو لو صدق كان نفسيا حيحمل بنغازي انه هو هذا سبب السقوط له، حتقعد عقده بنغازي فيها من كل واحد يدير حاجه ويحملها همها. فانا فرحان والله جدا، هذا اول شيء يعني اول حاجه. وبعدين اوباما شوف النسبه نتاعها بين العرب وبين اليهود، نسبه من العرب فرحانين به 52%، اليهود 25%. تاع صديق تاع عدو، مش هو مش عدو، ولكن الفرق يعني انك تشعربين انه هو محبوب عند العرب اكثر حتى من اليهود. وبعدين الحمد لله يعني اوباما فكنا من معمر وازلامه، وان شاء الله ربي يفك علينا الغمام يعني الحمد لله. طيب طيب يعني يوسف انت من بنغازي مدينه شراره الثوره، يعني كيف هو راي الشارع في بنغازي؟ هل سيكون هناك تاثير للسياسه الامريكيه على السياسه الليبيه ربما في المرحله القادمه ام لا؟ اول مره اسال على السياسه الامريكيه. امريكا دوله عظمه، دوله كبيره يعني مش بسيطه يعني. نعم هي ما تتاثرش بسياستنا نحن، نحن تاثر بسياسه العالم كله، تاثر بسياسه امريكا. يا اوباما رجل عاقل. وبعدين انا في فكره اللي بقولها لك يعني حتى نحن لازم نتعلم من تجارب العالم. اوباما جنسيته من جميع اللي وجهي تشوفها، اما ايرلنديه مو حسين مو اسماء، يعني في جميع الجنسيات ممكن التركيبه. نحن الان في ليبيا نرفض حتى جنسيات اللي جينا هم ليبيين وناظروا يجونا من الخارج ومن كروفيهم وهذوما منين وهذوما كذا، يعني كيف هو؟ هو اسمر ومن افريقيا ومسلم وابو حسين والله مش مسلم الله اعلم في قلبه. فلذلك يعني نحن لازم ناخذ درس نتعلم من الدول العظمى الكبيره هذه كيف ابتلت. ابتلت مش على التخوين، ابتلت من تستفيد منه. اوباما الحمد لله انا فرحان جدا اللي هو نجح وما حملناش عقده يعني عقده بنغازي ويروح يروح يوشن هو بناته ويقول والله كل بنغازي هو وكلهم هم اللي ثبتوني بنغازي. والحمد لله يعني بنغازي الحمد لله ان شاء الله بننصرها ربي ينصرها ان شاء الله. يعني احنا فرحانين لجلنا اول مره النصر من الله ما في شك يعني، هذه يقينا يعني، ولكن ربي يسرنا الامور هذينا والحمد لله. والله احنا فرحانين ببنغازي بصراحه، نتمنى كل من يسرنا ربي ينصرها بصراحه. نعم شكرا شكرا لك. أنت تحدثت من مدينة بنغازي وتحدثت عن الأجواء في بنغازي وتأثير الانتخابات الأمريكية على بنغازي وعلى ليبيا، هذا حديثك وهذه وجهة نظرك بالرغم أن هناك من يخالفك يعني هذه النظرة، لكن تحترم جميع الآراء. نأخذ فاصل قصير مشاهدينا ونعود. أمريكيين وأنا مع أن يكون المشهد السياسي من صنع شباب ليبيا وحدهم لا غير، ولكن أوباما علاقات الخارجية قوية جدا ومقنعة للكثير من الدول. ربيعة الغويل تقول رئاسة أوباما الجديدة ستكون داعمة للمشهد السياسي بشكل إيجابي في ليبيا وللعالم، ونؤيد فوزه وبصراحة مشهد الانتخابات الأمريكي كان رائعا. إذا هذه بعض الآراء عبر الفيسبوك مشاهدينا. نأخذ اتصال. من معي؟ عز الدين من نالوت. أهلا يا عز الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا عز الدين. نحب نشارك في البرنامج بحيث أن السؤال هل فوز أوباما يأثر في على ليبيا ولا ما يأثرش؟ نعم. وجهة نظري أن أوباما يمثل ناطق رسمي بالنسبة للحكومة الأمريكية، ناطق إعلامي في مجموعة هي اللي تحكم في السياسات لأمريكا. يعني ما يبين أن أوباما راح البارحة أو خف الدم أو بسماته أن تعطي انطباع لأمريكا بالكامل. تسمع فيه يا أخي صالح؟ نعم تفضل. فوجهة نظرين أن أمريكا دولة عظمى متحكمة في السياسات الاستخبارية في العالم، ففي وجهة نظر قوية أنا وبعض ناس واجدة في العالم أن موت السفير في بنغازي عملية استخباراتية ولا علاقة للليبيين بها نهائيا. عملية استخباراتية ليش؟ وجهة نظرين لأن أمريكا في احداث 17 فبراير كانت رقيقه، جت متاخره بعد الناتو.
ما كانتش قوية، ما كانتش هي المتقدمة، كانت تتراهن على انتصار القذافي حسب مصالح. فحاليا تبي تسبق الناتو والدول تكون لها كلمة في ليبيا، فقدمت سفيرها هذه الضحية بحيث قدام حلف الناتو قدام القوة الاستعمارية هي عندها قضية أصبحت في ليبيا تتدخل، لأن سفيرها تم قتله من القاعدة أو من ليبيين أو من أو من حرة، هي تحط العذر في ذلك ومن هنا حتدخل لليبيا. معلومة كبيرة جدا جدا استخباراتية موجودة في وسائل الإعلام الخارجية أن الأمريكان أصبحت عندهم تحركات غير مسبوقة في قواعدهم في إيطاليا وفي مالطا ليجهزوا لدخول قوات في ليبيا، ما هو بالحجم الكبير الاحتلال أو غيرها، ولكن هم حتكون لهم موطى قدم أمام الشركات الأجنبية وأمام دول الناتو اللي شاركت في الحرب، لأن الدول هذه قدمت خسرت مش حد سوى دعيم الليبيين بالتأكيد، يعني هم عندهم سياسة مبنية لتبعوا سياستهم للأخير. يعني ليبيا من موت السفير أصبحت تأكد، بنقول لليبيين أن كلمة ليبيا أصبحت يوميا يناقشوا فيها في دوائر السياسة في أمريكا، عندهم صدق غير عادي في تاريخ السياسات الأمريكية كلها اللي عاصرناها احنا، موت سفير لم نسمع به، تفجير، حادثة، موت جندي، ولكن موت سفير يعني نعم هو يعني قتل السفير في بنغازي احتل حيزا كبيرا كما تعلم في سباق الانتخابات بين رومني وبين أوباما. برأيك هل سيكون، أنت تحدثت عن قوات وعن يعني معلومات، يعني هذه وجهة نظرك ونحترمها، لكن برأيك هل أن حيكون هناك تأثير إيجابي أم أنت تشوف أن التأثير حيكون سلبي؟ التأثير نعرف يا أخي صالح وتعرف أنت ويعرف كل الليبيين ويعرف كل العالم أنهم عندهم مصلحة، ونعرفوا أنهم يعتبروا فينا إحنا الدولة البكر كأن جينا للكرة الأرضية حديثا، احنا ما كنا تبع الكرة الأرضية، احنا كنا لحالنا، حاليا جينا الكرة الأرضية حيتهافتوا على 1,700,000 كيلو متر مربع، حيحاولوا يستغلوا ما بها من ثروات، هم أدرى ما صاير في ليبيا، يعرفوا مخزون النفط في ليبيا كم، هم يعرفوه احنا ما نعرفوش، لأن شركاتهم كانت تتنقب وكانت تعرف وتعرف في هالمليون وسبعمائة كم المخزون الاستراتيجي. أمريكا لم تتراجع عن سحب النفط الليبي بأي شكل من الأشكال. نعم. تلك المصالح بين الدول، نعلم أن لديهم مصالح ولكن نعم. لم تجبني هل سيكون تأثير سلبي أم إيجابي برأيك، يعني تبادل المصالح ربما والله أخي صالح يكون سلبي ولا إيجابي؟ مطامحهم واضحة في النفط الليبي، يعني واضح، يعني أنت تشوف أن هذا سلبي ما حيكون علينا إيجابي، حيأخذ خياراتنا. نعم. بحجة أن إحنا عندنا قاعدة، إحنا ما عندنا قاعدة، عندنا خمس ليبيين رافعين علم، كيف العلم الأسود هذا اللي عليه لا إله إلا الله، كيف العلم بتاع الاستقلال، كيف العلم الاخضر، كيف علم الامازيغ، كيف علم نادي الهلال، كيف علم نادي الشراره، يعني كل واحد يرفع علم اللي يحبه، لكن هم بحجه ان احنا عندنا قاعده حيدخلوا، وما دام هم دخلوا ما اعتقد حيجي الليبيين في كل ربوع ليبيا، وإن شاء الله ربي يكتب كل ما فيه الخير لليبيا. نقرأ آخر ثلاث تعليقات من الفيسبوك. عندنا هرمنا يقول كان بأثرها أثر الأشهر الماضية، وعندنا أيضا مودة تقول نعم في تأثير، وعندنا حسن نشاد يقول أن التأثير حيكون سلبي. إذا وصلنا لنهاية حلقتنا مشاهدينا لهذا اليوم، شكرا لكم لمتابعتنا وإلى اللقاء.